انا عملت مع محمد سامي 5 شخصيات في 5 اعمال. كل واحده كلهم لو جبت الخمسه كده الصور كده 5 صور جنب بعض، كل واحد شكل وكل واحد اداء وكل واحد سكه، وكلهم نجحوا ونجح مش عارف. جوائز خدتها في حياتي الخمس شخصيات دول. صح يعني حتى البرنس خدت جوائز بس ما خدتهاش عينيا عشان لا. الكورونا لا السنه دي لا ان شاء الله السنه دي يعني هيبقى فيه او في كتير يعني لا خدت في ايتي بالعربي غير لا قصدي لا هنرجع ونشتغل وهيبقى في حفلات يا رب يا رب يعني على يعني اقصد اقول لك يعني حتى البرنس طبعا بس يعني اربع اعمال اللي فاتوا الناس بقى ماشيه تتكلم عليه في الشارع. عدى انا عمري ما عملت شخصيه لوحدي يعني دايما بيبقى فكرنا بنحطه على بعض، هو يقول لي هو بيفكر فيها ازاي وانا اقول له بفكر فيها ازاي وازاي احط ده على ده واضربه في الخلاط عشان يطلع حاجه تفاجئ محمد سامي اصلا. يعني هو دايما يقول لي جمله شهيره جدا بيقول عني يعني بيقول احمد زاهر اديله سنتي طلع لي متر. فانا بقى عايز الملمه يعني دايما يقول لي انا بحاول الملمك انت بتديني اكتر انت بتفرط انا عايز اعمل لك كده. ففعلا برضو دي مش سهله. في البرنس بدات ازاي يعني اول مكالمه كانت بينكم كده او اول مكالمه لما كان بيحكي لي عن الشخصيه وان هو هيعمل المسلسل دوت مع النجم محمد رمضان وانه عايزني معاه. وانا طبعا محمد يعني نعرف بعض اول مره نشتغل مع بعض بس طبعا نعرف بعض من زمان وتقابلنا في تكريمات بس عمرنا ما مثلنا مع بعض خالص. دي اول مره فتجربه جديده ان انا امثل مع محمد ونمثل سوا. مش عارف اذا كان هيبقى فيه كيمياء، هنتوائم مع بعض، هنتفق مش هنتفق، لسه مش عارف يعني. فبصراحه يعني من ساعه ما دخلنا التصوير ومحمد شخص محترم جدا جدا، اتعامل معايا ومع كل الزملاء بمنتهى الاحترام والتواضع، حد مركز، حد جاي يشتغل، حد مركز في شغله قوي قوي قوي. انا وهو حصلت ما بيننا كيمياء من اول مشهد. انا فاكر يعني اول مشهد كان ايه اول مشهد صورته؟ اول مشهد صورناه اللي هو بتاع اخوكو كالكو ده بقى ده من نص تاني حلقه او تالت حلقه اللي هو كان التصاعد بدا اللي هو انا ما حدش له عن ما فيش حاجه هتتباع والمشهد ده المشهد اللي بدا ده كان اول مشهد نلتقي فيه انا ومحمد مع بعض. حتى اتصورنا صوره ونزلتها انا يوميها وقلت اول مشهد في التاريخ ما بيني وما بين محمد رمضان. حصلت كيمياء فظيعه ما بيني وما بينه لدرجة ان بعد المشهد يعني حيينا بعض احنا الاثنين وهو قال لي انا سعيد ان انت شغال معايا وانا قلت له انا اللي سعيد ان احنا بنشتغل سوا. ذوق محمد ذوق جدا جدا يعني وكان محترم قوي 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 لو فنان طبعا عكس كل الكلام اللي كان الناس بتحاول تقوله لي علشان خاطر تخوفني وانا داخل التجربة. ما لقيتش اي كلام من اللي اتقال ده ما لقيتوش في اللوكيشن. محمد عائل محمد ممكن يبقى الناس بتاخد فكرة من تصرفات عن شخصيته لكن محمد شخصية طبعا محمد سامي عنده محمد رمضان واحمد زاهر الاثنين لما توافقوا مع بعض ده مهم للعمل طبعا انت فاهم لان ده بطل المسلسل وده الند اللي قدامه. فالاثنين لو ما كانوش متوافقين مع بعض وفي كيمياء ما بينهم هتبقى كارثه. فعشان كده عملنا مع بعض انا ومحمد يعني بجد من احلى المشاهد اللي كانت في المسلسل، المشاهد اللي كانت ما بيني وما بينه والنديه اللي كانت ما بيني وما بينه.